بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة اتش بي ليزر جت بلاك موديلها M102A، الطابعة حديثة وصلت للصيانة على اساس انه فيها مشكلة في ساحب الورق. لو شفنا المشكلة مع بعضنا، فتحنا الطابعة طلعنا الحبر. اول شيء الحبر واضح انه غير اصلي. هذه الطابعة مشابهة لطابعة البرذر ال 1110، وطابعات الاتش بي الليزر برضو ال 1102 وغيرها من الطابعات الحجم الصغير البيرسونال. بنلاحظ الصحيح انه الحبر بينثر داخل الطابعة، والرولة دائما موجودة في الاسفل، اسفل الحبر. لو كبرنا الصورة شوي بنلاحظ الحبر شلون ناثر، وبرضو نفس الشيء على الجهة الاخرى. وهذه مشكلة نثر الحبر بتسبب انها الرولة ما تستطيع انها تسحب الورق. كالعادة بنستخدم قطعة قماش ونبللها بالمي ونحاول ننظف الرولة ونشوف النتيجة مع بعضنا. صحيح هذا الرولة بحاجة لتنظيف بين فترة واخرى، وخاصة اذا بنستخدم حبر تجاري غير اصلي، او اذا كان الحبر حتى الاصلي وكان بنثر باخر عمره، ممكن دائما يسبب لنا ان الرولة تتوسخ بشكل كبير وما تستطيع تسحب الورقة. برضو عندنا نقطة مهمة ثانية، هذه الكليبات المعدنية الموجودة على جانب الطابعة مفروض دائما يكونوا نظيفين برضو وظاهرين. اذا صار فيهم خلل ممكن الورقة تصير تطلع سوداء او تطلع بيضاء حسب الكليب. اتوقع السفلي الورقة بتطلع بيضاء اذا اختفت، والعلوي الورقة بتطلع سوداء إذا اختفت. برضو هذا الجزء مهم، هو اللي بيقرأ لنا شريحة الحبر. هذه الشريحة الموجودة على الحبر، فإذا هذه القطعة ما اتصلت بالشريحة لسبب معين ما تحركت، رايح الطابعة تعطيني ايرور على الحبر. طبعا أهم شيء دائما نركز على تنظيف الرولة، وممكن ننظف الحبر برضو المتناثر داخل الطابعة. نجرب الطابعة الآن. لو طبعا على الطابعة مجموعة أوراق فارغة، 5 أوراق مثلا، هذه الطابعة نقول له برنت. نلاحظ الطابعة الآن تطبع وتسحب الورق بكل أريحية. إذا حد عنده أي إضافة ما يبخل فيه علينا وعلى إخوانه. نلقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.